السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين أينما كنتم، ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الصحيفة العالمية والمشهورة والمتخصصة في كرة القدم الميرور تصرح أن بيب غوارديولا غادر برياض محرز من جديد. أعزائي المشاهدين فلنواصل باقي التفاصيل، حيث كشفت صحيفة الميرور البريطانية بأن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا غادر بالنجم الجزائري رياض محرز مجددا هذا الموسم. وقالت الصحيفة بأن المدرب الإسباني كان من المتوقع أن يمنح النجم الجزائري فرصة جديدة، وطبعا الكل كان يتوقع رياض محرز أن يلعب أساسي في مباراة يوم أمس ضد شالكا، خاصة وأن رياض محرز أعزائي المشاهدين قد قدم أفضل مستوياته مع السيتي في الفترة الأخيرة، ولكن كالمعتاد بيب غوارديولا أجلسه مجددا لمدة 90 دقيقة كاملة على كرسي الاحتياط، وهو الأمر الذي يصعب تقبله، وخاصة وأن محرز قدم مباراة رائعة ضد واتفورد يوم السبت الماضي في البريمير ليج، إلا أن النجم الدولي الجزائري رياض محرز اكتفى من مشاهدة زملائه وهم يقطعون شباك ويمزقون شباك عفوا نادي شالكا أعزائي المشاهدين، حيث كانت هنالك حماس كبير في الملعب، خاصة وأنها أن مانشستر سيتي أهانت نادي شالكا بسباعية نظيفة. للأسف أعزائي المشاهدين هذه هي فلسفة بيب غوارديولا. طبعا رياض محرز أصبح لا يلعب لا في المباريات الصغار ولا في مباريات الكبار أعزائي المشاهدين. بطبيعة الحال بيب غوارديولا ما زال يواصل عنصريته ضد رياض محرز هذا الموسم. رياض محرز يبدو أن عليه أنه مغضوب عليه في دوري أبطال أوروبا، حيث أنه لم يشارك لا في الذهاب ولا في الإياب ضد شالكا. أعزائي المشاهدين للأسف هنا ينتهي هذا الفيديو، ولكن لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد، ولنلتقي في فيديوهات جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم.